على هذه المداخلة. ينضم إلينا من القاهرة الآن مراسل العربي أحمد حسين. أحمد، هل لديك من معلومات على مسار المفاوضات؟ نعم بالفعل، نعلم حتى الآن ووفقا لمصدر مصري أن المفاوضات توقفت بشكل مؤقت، وغادر وفد حركة حماس القاهرة قبل قليل للتشاور، ومن ثم العودة مجددا لجولة جديدة من التفاوض. من المرجح أن تبدأ يوم الأحد القادم، وربما تشهد مشاركة على مستوى رؤساء الأجهزة الأمنية للأطراف المعنية بهذه الهدنة. نتحدث هنا عن مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وبالطبع إسرائيل. نعلم أيضا أن هذه المفاوضات التي استمرت لمدة 4 أيام في القاهرة شهدت تعثرا وتراجعا بعد تحقيق تقدم خلال أيامها الأولى. هذا التراجع بدأ منذ مساء يوم أمس، ووفقا لمصدر مصري آخر هو مصدر مطلع على سير المفاوضات، فإن يرجع السبب الرئيسي لهذا التعثر إلى رفض إسرائيل الموافقة أو تقديم جدول زمني للانسحاب الكامل من قطاع غزة بضمانات دولية من الوسطاء المشاركين في هذه الهدنة. هذا الجدول حتى ينتهي بمراحل الاتفاق الإطاري أو اتفاق باريس الثاني بمراحله الثلاثة. كنا قد ذكرنا سابقا ووفقا لمصادر مصرية أن حركة حماس أبدت مرونة فيما يتعلق بجزئين مهمين في التفاوض. الجزء الأول هو المتعلق بتأجيل المفاوضات حول الانسحاب الكامل بعناصره الفنية حتى المرحلة الثانية والثالثة من الاتفاق، وإنجاح المرحلة الأولى التي تقضي بهدنة لمدة 6 أسابيع. وكان الجزء الآخر هو المرونة التي أبدتها حركة حماس في التعاطي مع التعديل الإسرائيلي الذي تم طلبه بتقديم قائمة أو عدد المحتجزين لدى الحركة الذين ما زالوا على قيد الحياة. لكن في المقابل تمسكت الحركة بجدول زمني بضمانات من الوسطاء للانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة مع نهاية مراحل الاتفاق الثلاثة، وهو ربما ما وضع عثرة أمام سير المفاوضات للإعلان عن المرحلة الأولى من هذه الهدنة. حتى الآن تتمسك مصر وتتمسك قطر أيضا بالسعي لإنجاح المرحلة الأولى وإعلان الهدنة قبل شهر رمضان. أول يوم في أيام رمضان سيكون يوم الاثنين المقبل، المفاوضات ستستأنف يوم الأحد، ويضع الوسطاء كل الخيارات والاحتمالات الممكنة وإن كانت حتى الآن تبدو محدودة لإعلان المرحلة الأولى من هذه الهدنة. شكرا جزيلا لك أحمد حسين مراسل العربي من القاهرة.